قناه بدو التقنيه تتمنى لكن فرجا ممتعا وان تقضي احلى الاوقات معها وتدعوكم الى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بمستجداتنا ومشاهده فيديوهاتنا السابقه والاعجاب بفيديوهاتنا اذا اعجبتكم او عدم الاعجاب بها اذا لم تعجبكم وترك تعليقاتكم اسفل علبة التعليقات ذلك فضلا منكم متابعينا وليس امرا متمنياتنا ان تستفيدوا من كل ما نقدمه لكم وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، اليوم نشوفوا واحد تطبيق جديد ان شاء الله اللي هو رائع. نشوفوه ان شاء الله. ابليكاسيون باج 2 سور 2 التطبيق الاسم ديالو نور القران. نور القران مني غتلقاو الرابط ديالو مرفوع للدرايف في الوصف ديال الفيديو ده. يعني فاش كندخلو كنلقاو منو دعاء اليوم. دعاء اليوم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. أذكاري بطن أذكاري القرآن الكريم بطن. أنا يكون يعني بزاف ديال الأزرار القرآن الكريم. قصص وعبر بطن. قصص وعبر ذكرى تلقائي بطن. ذكر ذكرني تلقائي بشرب حلقة. قراءة القرآن بوتون. قراءة القرآن سبحة إلكترونية بوتون. حفظ العبادات بوتون. حفظ العبادات اتجاه القبلة بوتون. يعني نقينين بزاف مو معنا ثلاث حنا يعني نمشي نشوفو. إلا بذكر الله تطمئن القلوب. منو شوفو منو هي الأولى. نور القرآن باك شارك التطبيق دون ليست. يعني مني كيعطينا هنا شارك التطبيق. قيم التطبيق. قيم التطبيق. راسلنا. يعني يمكن لك ترسلهم. سياسة الخصوصية. يعني هنا بصراحة ما عرفتش وقيلا تقدر تعطي لك شي معلومات على التطبيق الله أعلم. اوغ دي لا ليست. ندخلو نشوفوها. نور الكرون اش اس ادوبتي ديسبريسي بوليس. صراحة ما عرفتش هادي ديالها شكون هما. سياسة الخصوصية دون ليست. المهم ما كتهمناش. اوغ دي لا ليست. نور القرآن باك. ديرو باك باش نخرجو. دعاء اليوم اللهم اهدنا في من هد. يعني دعاء اليوم هو هذا. اذكاري بوتون. اذكاري ندخلو نشوفو اذكاري. اذكاري الصباح بوتون. هنا كاين اذكار الصباح. اذكار المساء بوتون. اذكار المساء. أذكار عظيمة بوتون. أذكار عظيمة. أذكار المنزل بوتون. أذكار الإذان بوتون. أذكار المسجد بوت. جوامع الدعاء بوتون. أدعية للميت بوت. أذكار الطعام بوتون. أذكار الجمعة بوتون. الرقية الشرعية بوتون. الرقية الشرعية. أذكار أخرى بوتون. الأدعية القرآنية بوت. أدعية النبي بوت. فضل الدعاء بوتون. فضل الذكر بوتون. أذكار النوم بوتون. فضائل القرآن بوتون. دعاء ختم القرآن بوتون. أذكار بعداء النوم بوتون. أسماء الله الحسنى بوتون. أذكار الصلاة بوتون. أذكار بعد الصلاة بوتون. أذكار الوضوء بوتون. يعني الشيء هنا كاين بزاف ديال الأذكار من بينهم ما شوفوا شي وحدة. الرقية الشرعية. أذكار الجمعة بوت. أذكار الطعام. أدعية للميت. جوامع الدعاء. أذكار المسجد. أذكار الإذان. أذكار المنزل. أذكار المنزل مثلا أذكار المنزل ندخلوا هذا. أذكار الدخول. أذكار الدخول إلى المنزل. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. أذكار الخروج من المنزل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أذكار الخروج من المنزل للهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أغلاديست أغلاديستو هنا يعني كاينين الأدعية وكاينين يعني بزاف يعني كاينين فهاد أذكار أذكار المسجد بطن جوامع شوفوا أذكار النوم بطن فضائل القرآن دعاء ختم القرآن بطن أذكار بعداء النوم أسماء الله الحسنى مثلا شوفوا أسماء الله الحسنى البحث دون ليست الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبير الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب يعني هنا كاينين بزاف يعني هذاك اسماء الله الحسنى كاين يعني 99 يعني اسماء الله الحسنى كامله اذكار الصلاه بطن أنا أذكر فعلا أدعية استفتاح الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت المالك لا إله إلا أنت أنت الرب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وتوب إليك دون ليست يعني شو هنا يعني كاين بزاف ديال الحوايج مو نخرج باش نشوفوا شي حاجه اخرى من غير اذكار قصد القران الكريم القران الكريم غشيرشي منو ابو بكر الشاطري دون ليست احمد يعني كاينين هنا كيف ما شفتوا كاين هنا القران الكريم وكاين اقرا القران الكريم يعني القران الكريم الاولى كتسمع القران الكريم القران اقرا القران الكريم الثاني يعني كتقراه احمد الحواشي احمد الطرابلسي احمد بن علي يعني انا كتختار يعني احمد صعود احمد صابر نقرا باك بث مباشر دول ايماج يو الفاتحه تحميل يعني انا كتختار صوره ايماج البقره تحميل بث مباشر تحميل بوتون يعني يمكن لك تحملها يمكن لك ايماج يو بث مباشر البقره الاب تحميل بوت الاب مثلا ضغط على شي صفحه ديال شي صفحه يعني فاش كندخلوا للصوره كيعطينا يعني الا كنا باغي نرجع باللور بيتين باكواغ بوتون هادي اللي كنا باغي نزيد للقدام بيتين بلي بوتون الا بغينا نوقف ولا بيتين فورورد بيتين بلي بوتون يعني الا بغينا نوقف ولا نزيدوا في ولا نخدموا الصوره تتبعوا مما اهلكناها بيتين نيكست بوتون هادي يعني الا بغاش تزيد الصوره بيتين باك بيتين بريفيو بوتون بريفيو يعني الا بغيتي ترجع شي صوره قبل من هذه بيتين باكواغ الا بغيتي ترجع شويه الصوره للور بيتين بلي بوتون الا بغيتي يعني توقع الصوره ولا يعني كيف ما قلت لكم تخدمها بيتين فورورد بوتون هذه يعني الا بغيتي تزيد الصوره لقدام بيتين نيكست الا بغيتي تشوف شي صورة أخرى يعني عندك اللي من بعد منها 0h53 هنا كيعطي لك المدة يعني دابا شحال واصل الصورة 1h49
وهنا كيعطي لك المدة كاملة ديال الصورة شحال، فهمت؟ دقيقة وثانية، 1% barre avec curseur. دابا هو وصل ل 41، يعني لو وصل ل 50% تكون الصورة واصلة للنص، BTN européen يعني 1% غير barre avec curseur. كمثال. BTN européen يعني bouton. هنا كيف ما قلت لكم 200 غبي، يعني كترجع ب كترجع بصار اللي قبل من هادي. مهم، يعني مشاو لشباب اخر يعني من غير هذا، أحمد عامر دون الاسم يعني مشاو قصص وعب مثلا قصص وعب قصص وعبر. منيو قصص وعب قصص الأنبياء بوتون هنا كتلقى قصص الأنبياء، قصص الصحابة بوتون قصص الصحابة، قصص إسلامية بوتون قصص إسلامية، معجزات الأنبياء بوتون معجزات الأنبياء، يعني هادشي اللي كاين. قصص إسلامية بوتون مثلا قصص الصحابة بوتون معجزات الأنبياء بوتون قصص الصحابة قصص الأنبياء بوتون مثلا نمشيو لقصص الأبياء، آدم علية السلام نوح علية السلام إبراهيم علية إسحاق علية أيوب علية السلام شعيب علية هارون علية السلام شيث علية السلام هود علية السلام مثلا مش ندخلو لشي قصة. قصص صح كريستون باج في ويب هود علية السلام تيب سيرته تيترا عبادة الناس للأصنام تيترا بعد أن ابتلعت الأرض مياه الطوفان الذي أغرق من كفر بن نوح علية السلام قام من أمن معه ونجا بعمارة الأرض فكان كل من على الأرض في ذلك الوقت من المؤمنين لم يكن بينهم كافر واحد ومرت سنوات وسنوات مات الآباء والأبناء وجاء أبناء لأبناء أنسى الناس وصي نوح وعادت عبادة الأصنام انحرف الناس عن عبادة الله وحده وتم الأمر بنفس الخدعات القديمة قال أحفاد قور ومنوح لا نريد أن ننسى آباءنا الذين نشأهم الله من طوفان وصنعوا للنجين تماثيل لا يذكروهم بها يعني إرسال هنا هود علية تعطيلك لوط علية السلام تعطيلك دار يعني هنا الإست القصة، يعني قصص الصحابة قصص كتبقى الإسلام قصص الصحابة. مهم، ذكرات قصص وعبر نخليهم، يعني احنا شفنا شي حاجة منها. قرأ قصص وعبر بوتون شنو غنلقى وحدها؟ ذكرات تلقائي بوتون يعني مثلا بغيتي كل مرة منيو يتذكرك تلقائيا. أذكار المسوم ذكرني كل كرشي لا تذكرني سنو كرشي 30 دقيقة كاز نفسي دوسيون بغي يعني يذكرك بالأذكار، يعني كل 30 دقيقة ولا نو كرشي 1 ساعة كاز ولا دوسيون ساعة نو كرشي 3 ساعات ولا كاز 3 سوايع نو كرشي 6 ساعات كاز دوسيون ولا 6 سوايع، يعني ولا 6 سوايع. نو كرشي 30 دقيقة مثلا انا عندي 30، تم ضبط التذكير كل 30 دقيقة من الآن كرشي 30 دقيقة. نو كرشي 1 ساعة قراءة القرآن هنا كيف ما قلت لكم قراءة القرآن، منيو هنا سورة كنقراو القرآن. سورة الفاتحة سورة البقرة سورة هنا قراءة كيعطيلك العدد ديال الآيات، ويعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات بسم الله الرحمن سورة الإنعام يعني هنا كيعطيلك العدد ديال الآيات، يعني مثلا سورة المائدة عدد آياتها 220 دون لا ليست سورة الإنعام عدد آياتها 265 يعني كيف ما شفتو هنا يمكنلك تقرا القرآن. سبحة إلكترونية بوتون هادي ما عرفتهاش. سبحة حفظ العبادات بوتون هنا حفظ العبادات اتجاه القبلة بوتون هنا اتجاه القبلة، يعني هذا هو التطبيق. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم وشكرا والى اللقاء.